السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مؤخرا راه غادي تكونوا شفتوا في الصفحات وفي المجموعات ديال الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا اي حاجة اللي كنتو مهتمين كتقلبوا على الخدمة، تكون شفتوا بان المباراة ديال القوات المساعدة، الاعلان عن المباراة ديال القوات المساعدة، قريبا مباراة القوات المساعدة، كنهضروا على الرتبة ديال تلاميذ المخازنية. وملي كيشوفوا ملي كتشوفوا هذا الشيء هذا بطبيعه الحال، ديك الناس اللي متبعين معنا لاشين تيجيو تيسولوني في البريفي، يعني في الفيسبوك في الانستغرام، واش بصح كاين المباراه، وامتى غتكون، امتى هادي امتى هادي. باش نقول لكم حاليا راه ما كاين والو، ما كاين لا مباراه لا حتى شي حاجه، فقط دوك لي باج اللي تيبداو يلوحوا ديك الاعلانات. يعني هو ماشي تيقول لك راه كاينه، تيقول لك قريبا. غير دابا الاغلبيه فينا حنا ما تمشيش صافي كيشوف غير مباراه القوات المستقصف تيقول راه كاينه، كيجي كيسخو خويا الله يرحم الوالدين، واش المباراه كاينه، واش هادي، وكيفاش ندفعوا، ما كيدخلش هو يقرا، هو تيقول غير قريبا وكذا. علاش كيعتمدوا هاد الناس باش تيقول لك قريبا؟ دائما تيعتمدوا هما على التواريخ ديال العام اللي فات. العام اللي فات امتى كانت لونسات؟ كانت في شهر 9. اذا فاش يقرب شهر 9 تيقول لك قريبا قوه المباراه، تقدر تكون يعني في السيمانه الجايه، تقدر يعني ولا من هنا شهر، ولا ما تكونش كاع، الله اعلم. ولكن بما اننا تكلمنا على هذا الموضوع هذا، ما فيها باس اننا غير نقول لك شنو هما الشروط اللي تيطلبوا، نقول لك شنو هما الشروط اللي كيطلبوا باش تعرف واش ديك الشروط واش عندك ولا ما عندكش، باش حتى الا كانوا ما عندكش يعني بلا ما تقمع من راسك بشي حاجه اللي ما مكتبهاش ليك. كذا كنتكلموا حتى على الصالير شحال كيشد. اذا كما تنعرفوا دابا، شوف باش ما يجيش واحد يقول لي حقا راه قلتي لنا كاين المباراه. دابا هاد اللحظه انت اللي كتشوف اللي انا كنسجل لكم فيها الفيديو اللي هي 30 شهر 8، راه المباراه ما كايناش. ما كندويوش على التلاميذ يعني ديال ضباط الصف، كندوي على حيت ديال ضباط الصف راه دازت، داك الشيء كنت في شهر 5 اللي كيكون عندهم البكالوريا. دابا كندويو حنا على الناس اللي كيدفعوا بالنيفو باك او بالديبلوم ديال التكوين المهني، هادي اللي كندويو عليها، كيتسموا التلاميذ المخازنيه. هي هذه راه ما كايناش دابا، ولكن من المرتقب الى لونصاوا بحال العام اللي فات، من المرتقب انها تكون يعني فات شهر 9. من المرتقب انا دابا اش غنقول لك في هذا الفيديو؟ غير غنعرفك على الشروط اللي كيطلبوا. اذا كنتمنى قبل ما نكملوا الفيديو انكم تشاركوا معنا في لاشين، وكذلك انكم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا من المعلومات، وحتى انت تبقى دائما على اطلاع باخر مباريات ديال التوظيف كذلك ديال التوجيه على مدرسة. كذلك هاد المقالة غنخليك في صندوق الوصف، سميتها رابط موقع التسجيل. ماشي تشوف انت رابط موقع التسجيل صح، راه كاين التسجيل، غير انا اوتوماتيك ممكن نسميه رابط موقع التسجيل. ادخل وتقرا هادشي باش مرة تبقى ترجع ليه. دابا العام اللي فات، هادشي ديال العام اللي فات، حيت الشرطة ما كيتبدلوش، الشرطة كيبقاو كما هما. ماشي مثلا العام اللي فات طلبوا 18 سنة، هاد العام غيطلبوا 16 سنة، الشرطة كيبقاو كما هما، كيتبدلوا غير السنوات مثلا العمر ديالك انت واش كبير ولا صغير. بحال دابا العام اللي فات كانت اخر اجل ديال التدفيع هو 18 شهر 10. فاش نقولوا اخر اجل يعني اللي باش كندفعوا غير في السيت، عاوتاني شحال من واحد دابا حيت كاين ناس مساكن دابا تيبغي يخدم كدا ما تيعرفش، اول مره يلاه كيسمع كاين الكونكور كيقول لي شنو هما، كتلقاه راه كاين الناس اللي مشاو جمعوا الاوراق كيتواصل معايا تيقول راه مشيت جبت عقد الازدياد، جبت الشهاده الكامله. كنقول له جبتيها تيقول لي باغي ندفع المخازنيه، وهذاك الشيء راه ما كاينش، حنا كندفعوا غير في السيت، ما كاين ما تجمع لا ورقه لا جوج، كتدفع غير في السيت فقط. دابا راه كنعاود دائما نكرر لكم هذه المعلومه باش تفهموا، الكونكور دابا ما كاينش. شنو هما الشروط اللي غيطلبوا ان شاء الله الى تم يعني المباراه؟ شنو كيطلبوا؟ كتكون الجنسيه المغربيه، الجنس الذكور. غادي يقول واحد واش البنات واش كاينين ولا ما كاينينش؟ البنات ما كيطلبوهمش دائما، حتى النهار يعني شي عام اللي كيحتاجوا البنات راه لا كيدخلوا، كنظن هذه واحد 3 سنين ولا 4 عامين كنطلبوا دخلوا حتى البنات. دابا راه ما كاينش، ماشي تنقول لك زعما هاد العام هذا ما غيكونش، الله اعلم، يقدر يكون. المهم راه البنات كتكون واحد الحالات استثنائيه فاش كيطلبوا البنات، الحاله العائليه عازم ما خصكش تكون مزوج. السن، العمر اللي كيطلبوا في المخازنيه من 18 ل 24 سنه، يعني ما خصكش تكون قل من 18 وما خصكش تكون فايت 24 سنه. اذا اللي شاف هنا ولقى راسو انه عنده 25 سنه عنده 26، اذا بلا ما يبقى يعمر راسو بهاد المباراه. الطول كذلك ما فيهش النقاش، 1.70 متر، هادي ما تهضروش عليها الا ما فيكش 1.70 متر، غير حتى هي بلا ما تبقى انا ماشي زعما تنحطمك تنقول لك ما تبقاش معول على هادشي باش تقلب على شي حاجه اخرى، حيت شحال دابا الدري تيكون عنده 1.68 متر 1.69 متر، تيقول راه ماشي مشكل غنمشي غندفع، راه نقدر تما نبقى نتجبد هكا وتزاد لي ديك السنتيم في شي ديك السنتيم في المتر. لا راك بالعكس تقدر تمشي انت عندك 1.70 متر ولا 1.71 متر وردوك، بقاو هما غيتزيدو نزلو هما داك العبار. اذا شوف 1.70 متر هادي راه
علاش تنأكد عليكم هذا الشيء؟ باش ما تمشيش تدفع تبقى غادي تاع السونتر دواز وهذه وخاص الفلوس وتمارة في الاخر ترجع على الاول. الحالة الصحية سليمة، فاش تسمع الحالة الصحية سليمة فيها بزاف ديال الحوايج، الشوف يكون مزيان، كتسمع مزيان، ما فيكش الامراض المزمنه، يعني تكون صحتك مزيانه. نقول صحتك مزيانه ماشي زعما عندك العضلات وكذا، تكون غير الصحه ديالك خالي من الامراض. الشوف راه ديجا قلناه، السوابق العدليه راه تاهي خصها ما تكونش عندك. دابا شحال من واحد تيكون عنده سوابق عدليه وكيدفع تيقول لا راه حكر عندي غير شهر ولا عندي، لا راه ما خص يكون عندك السجل العدلي لا شيء. نجيو دابا للمهم اللي بزاف ديال الناس غافلين عليها، اللي هي عفوا المستوى الدراسي. دابا شحال من واحد تيقول باقي عاقل على داك الشيء ديال شحال هادي ديال 90 الالفينات، تيقول راه هكا كيدخلوا بالتاسعه، كيدخلوا بالسابعه، حتى المباراه ديال العسكر، حتى ديال العسكر ديال الدوزيام كلاس تيقولوا تيصبطوا راه باقي داك الشيء ديال التاسعه ما بقاش. شنو كيطلبوا دابا؟ نهضروا بما اننا تنهضروا على القوات المساعده، المستوى الثانوي التاهيلي او حامل لي ديبلوم التاهيل المهني. اش كيعني مستوى؟ غير هذه راه شرحها كلشي، غير تستطرد مستوى السلك الثانوي التاهيلي، يعني تكون نجحتي في التاسعه. دابا هاد او خليها ما نهضروش عليها، دابا نهضرو غير على مستوى التاهيل المهني. خصك مثلا نجحتي في التاسع، عندك مثلا سانكيام سيزيام نيفو باك او لا عندك الباك صافي، يعني عندك ما نجحتيش في التاسع راك ما مقبولش، ما بقاش داكشي كان شحال هادو تيقبلو من التاسع السابع، دابا ما بقاش داكشي. او حامل ديبلوم التاهيل المهني، كاين ناس مثلا خرج من السابعة خرج من التاسعة ولكن عنده ديبلوم ديال التاهيل المهني اللي هو الكاليفيكاسيون بروفيسيونيل، هذاك مقبول. وعاوتاني كاين اللي ما تفرقش، ما كعرفش شنو هو، راه عنده ديبلوم مثلا داك الديبلوم ديال الحلاقه راه كتشد من التكوين المهني وكيصحاب له راه هو التاهيل. لا التاهيل هو واحد المستوى، لما هذاك الديبلوم ديال الحلاقه راه كيتسمى غير ديبلوم ديال سبيسياليزاسيون تخصص، ماشي هذاك ما مقبولش، خاصك التاهيل المهني. الديبلوم ديال التاهيل المهني هو اللي كيديروه الناس اللي كيخرجوا من التاسعه، كيتسمى كنقولوا له احنا بالدرجه الكاليف او لا من الفرنسي الكاليفيكاسيون بروفيسيونيل، هذاك هو اللي مقبول. هذاك يعني واخا ما تكونش ناجح في التاسعه وعندك الديبلوم اذا راك مقبول. نعاود نكرر النقطه هذه، راه ما كاينش ان خاصك تكون عندك هاد جوج شروط بجوج، تكون يعني تكون عندك ديبلوم زائد يكون عندك لا واحده من الجوج، اما مثلا غتدفع لهم بالسانكيام ولا السيزيام او لا النيفو باك او لا الباك، او لا ما عندكش انت حتى غتدفع بالديبلوم. انت مثلا كتقرا في السيزيام عندك النيفو ديال السيزيام او لا ديال النيفو باك وعندك الديبلوم ديال التاهيل المهني، يفضل انك تدفع بالديبلوم. دائما الديبلوم تعطيهم اسبقيه، الا عندك ديبلوم عندك مستوى دراسي مزيان تدفع بالديبلوم حيت كيسبقوا صحاب الديبلوم. اما هنا راه مشروحين مزيان، مثلا عندك واخا تكون عندك مستوى ابتدائي خارج من التحضيري وكذا زائد التاهيل المهني مقبول. مستوى السنه الاولى اعدادي يعني السابعه الاولى اعدادي، الثانيه اعدادي، الثامنه ولا الثالثه اعدادي، يعني السابعه الثامنه التاسعه زائد، هيا شوف زائد ديبلوم التاهيل المهني. رد البال، شد الى كاين الناس دابا اللي عندهم ديبلومات وكيصحاب عندهم كاليفيكاسيون، هذاك راه غير التخصص. بحال دابا كنقولوا هذا ديال الحلاقه، غتقرا الديبلوم ديالك كتلقى فيه التاهيل المهني او الكاليفيكاسيون بروفيسيونيل، هذاك اللي كندوي عليه. الى عندك هذا المستوى زائد الديبلوم راك مقبول، او اللي يكون عندك مستوى جدع مشترك. شنو هو جدع مشترك؟ هو السانكيام، هذا بوحدو بلا ما يكونش عندك الديبلوم راك مقبول، او مستوى السنه الاولى يعني السيزيام، السنه الثانيه اللي هو النيفو باك او الباك، هذو هما المستويات اللي مقبولين. اذا نركز عليهم مزيان، كنتمنى اللي عنده شي ديبلوم ماشي دابا يقلبوا داك الناس عندهم ديبلوم ديال التاهيل المهني يمشي يعرف شنو المستوى عنده باش ما يمشيش غلط. المهم هادو هما الشروط الاساسيه، كيكونوا شي حاجه اخرى مثلا هذه الا بغيتي تدعم بها انت الدوسي ديالك، بحال دابا ديبلوم فنون الدفاع عن النفس، في حاله في الا كان عندك شي ديبلوم ديال كاراتيه فور كونتاكت بوكس اي حاجه مزيانه، يعني ماشي هو الشرط، غير الا كان عندك بحال كيتزاد لك النقط. رخصة السياقة بيرمي ماشي مطلوبة، غير إلا كانت عندك مزيانة كتزيد لك النقاط. ديبلوم ديال ديبلوم مهني كيف ما كان، كيما قلت لكم إلا مثلا أنت واخا يكون عندك، واخا كاع يكون عندك النيفو باك وعندك معاه الديبلوم، حيت ملي غادي تدفع راه كتخسر واحدة من الجوج، كتخسر إما غادي تدفع بالديبلوم إما غادي تدفع بالمستوى ديال الثانوي. تدفع بالديبلوم، كان نصيحة تدفع بالديبلوم حيت الديبلوم عندهم الأسبقية. اذا انت تدخلوا تقراو بعض هاد مثلا وتاخذوا فكره على الرتب، حيت دابا هاد الكونكور اللي كندوي عليه راه هو اقل رتبه اللي كاينه في القوات المساعده، اللي هي رتبه انك ما كتشوفوا مخزني عاد موراها مقدم، مقدم رئيس سيكدو بات صف، هاد المساعد من الطبقه الثانيه هما اللي كنا تسحب الكونكور كيكون عندهم الباك، هادو ما ندويوش عليهم. اذا هادو هما الرتب اللي كنشوفوهم. نشوفوا دابا الصالير، الاغلبيه كيبغي يعرف الصالير، انزلوا لتحت كاع الا دخلتي كنظن كاع راه تزادت على هادي، المهم حنا عول غير على هادي، يعني زادت توقع على شي 50 ماشي شي حاجه. المهم الا في حالة ما كنتي من الموافقه ونجحتي، راه الصالير باش كتخرج يعني فرد ديال القوات المساعده برتبه مخزني هو 4100 درهم.
هذا الشيء في الديني في كازا في الرباط اسفي كذا. الا كنتي في المجال يعني ديال مشيتي للمجال ديال الصحراء مثلا بوجدور السماره كذا، راه كتزاد لك على ما اظن 800 درهم، 800 درهم واحد التعويض ديال الصحراء. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وما تنساوش انكم تبارطاجيو دائما هذه المعلومات مع الاصدقاء ديالكم.